فهمتك من هنا المرة اللي فاتت ايه؟ خمس الخماسي والهكسجون والاوفر. الاوفر اللي هو الشكل البيضاوي. البنتاجون والاوفر هناخدهم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. البنتاجون والاوفر هناخدهم الاسبوع الجاي. هنرسم دلوقتي الهكسجون اللي هو الشكل السداسي. ده مش هنستخدمه في الكلاس ورك النهارده لكن هتستخدمه في الاساينمنت. هتستخدمه في الاساينمنت بتاعك. اوكي؟ هنتعلم ازاي ارسم الهكسجون. ازاي ارسم الهكسجون. وده بسيط ويعني مش اي مشكله. هنرسم الاول سنتر لاين. نرسم سنتر لاين. اوكي وادي السنتر لاين الثاني. بس السنتر لاين ليه؟ لان رسمه الهكسجون مرتبطه رسمة الهكسجون مرتبطة بالدايرة. رسمة الهكسجون مرتبطة بالدايرة. احنا عندنا دايرة بصفة عامة من اهوت في حالتين. ادي دايرة اهي. ممكن ارسم. خد بالك كويس عشان دي النظريات اللي احنا بنستخدمها في رسم الهكسجون. ممكن ارسم هكسجون جوه الدايره. ارسم هكسجون جوه الدايره. جوه الدايره ازاي؟ انا عامل جاي كده اهو كده اهو كده اهو كده كده وكده. جوه الدايره يعني ايه؟ يعني كل الرؤوس كل الكورنرز على السيركمفرنس بتاع الدايره. سيركمفرنس كلمه سيركمفرنس دي عرفتوها؟ سيركمفرنس هو محيط الدايره. سيركمفرنس كل البوينتس بتقع على السيركمفرنس بتاعت الدايره. دي اسمها ايه؟ في هذه الحاله بنقول ان الهكسجون ان سكرايب ان سكرايب ان يعني ايه؟ جوه الهكسجون انسكرايب جوه الدايره. خلاص؟ طيب ما هي البروبرتيز هنا؟ هنا البروبرتيز بتاعتي ايه؟ لما نيجي نقسم الهكسجون بتاعي كده اهو هنا وهنا كده اهو حصلت على ايه؟ 6 triangles 6 triangles بنسميها ايه؟ متساويات الاضلاع. متساويات الايه؟ الاضلاع. اوكي؟ طيب لما هي متساويه الاضلاع شوف المساله سهله لما نشغل دماغنا ما نحفظش. لما نشغل دماغنا ما نحفظش. لما هي متساويه الاضلاع المسافه من هنا لهنا ده ايه؟ اه وفي نفس الوقت ضلعت الترينجل ولا لا؟ مش كده؟ يعني معنى كده ده مساوي ده؟ يعني الريديوس بيساوي ايه؟ السايد الريديوس طول الريديوس بيساوي السايز بتاع السايد. طول نص القطر بيساوي طول الضلع. مش كده ولا ايه؟ يعني لو الفتحه اللي انا فتحت بيها البرجة عشان ارسم الدايره هي نفسها اللي انا هحطها هنا اهو عشان اقسم محيط الدايره. فكر فكر في الكلام اللي بقوله. يعني لو جيت هنا اهو بالفتحه اللي انا رسمت بيها الدايره دي وركزت في النقطه دي المسافه دي قد ايه؟ مش هي نص القطر؟ مش كده؟ وهنا نص القطر واجي الناحيه الثانيه نص القطر وهنا نص القطر يبقى كده طلع لي المسدس المنتظم ولا لا؟ بمنتهى البساطه. بمنتهى البساطه مش كده؟ يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنيجي هنا اهوت اهو نقول ادي نص القطر بتاعي كده اهو خلاص بقى ازاي هنعدي
هذه نص القطر اهو. هنا طبعا المسدس ممكن يبتدي من هنا او ممكن يبتدي من هنا. مش كده؟ يعني حسب النقطة البناء بتاعتي فين. اوكي؟ وأروح جاي من هنا اهو عشان أعمل زي ده بالظبط، أروح جاي من هنا كده وأروح جاي قاطع هنا اهو. وأروح جاي قاطع فين؟ ألف فين؟ قاطع تحت. وهنا نفس الحكاية، أروح جاي قاطع هنا اهو. اهو. وقاطع فين؟ وقاطع تحت. اوكي بروح جاي موصل مباشرة ليه؟ اوصل مباشرة الخطوط بتاعتي اهي. طبعا هنا لما اشتغل ادي المسطرة حرف التي، يبقى اروح جاي موصل التي مباشرة اهي كده، وانزل تحت اروح جاي ايه؟ موصل ده عشان ما اضيعش وقت. وبعدين دي المسطرة حرف التي بتاعتي برضو، اروح جاي هنا اهو. ليه؟ لان الزوايا اللي عندي قد ايه؟ 120. ها سؤال عندي ستينات، يبقى اخد دي كده اهو، تروح حاطط دي كده اهو هنا اوكي، واروح جاي مزحلق دي. شايفين؟ بصوا شايفين طالعه ازاي اهو من اهو، واحركها الناحيه الثانيه اهو كده، واروح جاي من هنا اهو اهو، واروح جاي موصل كده اهو هنا، واقلب الايه؟ المثلث بتاعي، اقلب المثلث بتاعي واروح جاي. طبعا القلب عندي هتخليه تجيب له هنا اهوت، لكن بالمسطره حرف الكتير المثلث بتاعك بتيجي تروح جاي ايه؟ موصل جيب دي موصل ادي بشكل مثلث. طبعا مساله سهله جدا وبسيطه. اوكي دي حالة. طب الحالة الثانية، طب الحالة الثانية بقى، الحالة الثانية يبقى المسدس بتاعي خارج الدايرة، خارج الدايرة. يعني ايه؟ يعني زي كده اهو كده اهو، جاي كده اهو كده خارج الدايرة. هلاقي الدايرة بتحصل لها ايه؟ ايه العلاقة بين الدايرة والمسدس في الحالة دي؟ بيمسها، مش بقى الكورنرز، لا ده هنا بيمسها من جوه. دي بسميها ايه؟ بسمي المسدس في الحالة دي سير كامز كراي. سير كام كراي. سير كامز كراي. اوكي؟ ماشي يا سادة؟ سيركمسكرايب. طيب تعال نفكر، قطر الدايرة بالنسبة لي أي للحالتين يساوي ايه؟ هنا اهو في حالة الأخضر، في حالة الأخضر المسافة ماشية ازاي؟ كده كده اهو، ادي ايه؟ ده اهو من اهو، لا هل تقدر ناخد المسافة دي من هنا كده اهوت لغاية هنا؟ مش ده قطر الدايرة؟ قطر الدايرة أولا بنرمز له، أولا ده أهو اسمه الديامتر، قطر يعني الديامتر، وبنرمز له بإيه؟ فار. الراديوس بنرمز له بالآر، إنما القطر بنرمز له بإيه؟ بالفار. قطر بنرمز له بالفار. طيب قطر الدايرة هنا بيساوي إيه؟ المسافة بالنسبة للمسدس اللي جوه الأخضر ده، قطر الدايرة بيساوي إيه؟ مش المسافة ما بين كل أي ركنين متقابلين؟ يبقى هنا أهو بنقول عليها ديستانس أهو، ديستانس بتوين تو كوردينيتس
This is between two corners. يبقى لو اداني في مسألة المسافة ما بين وقال لي ان دي between two corners يبقى اجيب قطر الدايرة ازاي؟ هقسمها على اتنين وبعدين ارسم الدايرة وبعدين على طول احط نص القطر هو طول الضلع. يبقى انا عارف ان ده between two corners. يبقى انا بتكلم على حالة الايه؟ الانسكرايب. حالة الايه؟ الانسكرايب. طيب لو العكس بقى، لو اداني المسافة من هنا كده لغايه كده اهو، يبقى انا بتكلم على طول في حاله ايه؟ السيركمسكرايب كده. يبقى الفاي هنا اهو في الحاله دي بتساوي ايه؟ الفاي بتساوي المسافه ما بين ايه؟ هل بين تو كورنرز بقى ولا ما بين ضلعين؟ ما بين ضلعين. بنقول عليها ديستنس اهي، ديستنس بتوين تو سايدز. Two opposite sides. Two opposite sides. أو في بعض الأحيان على طول بنسميها distance across legs. Legs اللي هي ضلعين متقابلين. Across legs. يعني المسافة بين يبقى برضه في حياتي لما يبقى عندي في إداني المسافة ما بين ضلعين متقابلين يبقى برضه حاسم على اتنين وارسم الدايره وبعدين ارسم الايه؟ طب هرسم بقى الحاله دي ده ازاي؟ اهو بص كده همسك ده كده اهوت اهو احط ده هنا واحط ايه؟ واحط ده كده اهوت اوكي وهنزل كده اهو شايف؟ هطلع الاول فوق كده هنا عشان يبقى الشغل بتاعي مظبوط هطلع الاول فوق كده اهوت وهرسم ايه؟ تمام واطلع فوق كده عشان ارسم الضلع بتاعي من بره كده اهو اهو طبعا ده المفروض بالمسطره حرف تي عشان بس ايه هنا ما عنديش حرف تي دلوقتي يبقى حرف تي اروح جاي ارسم ده كده اهو مفتوح ارسمه ايه مفتوح وانزل تحت كده اهوت اهو اروح جاي ارسم ده هنا اهو برضه ايه مفتوح اهو كده وبعدين ها وبعدين احط ده كده الزوايا كام؟ 60 يبقى احط ده كده اهو واروح جاي من هنا حاطط الزاويه 60 شايف الزاويه 60 ده كده اهو اهو واحط الزاويه 60 واحرك ده كده لغايه لما الاقيه بيمس الايه؟ يمس الدايره اهو واروح جاي ايه؟ واخد 60 من هنا واحرك الناحيه الثانيه اهو برده لغايه لما يمس لي الدايره ده برضه ايه؟ ال 60 وبعدين اقلب المثلث بتاعي وارسم ال 60 من الناحيه الثانيه. تمس الدايره وتمس الدايره. خلاص؟ حد عنده سؤال في هذا؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ طيب دلوقتي هنقعد مكاننا بسرعه عشان هنعمل كويز تطبيق على هذا الكلام.